دول غنية ومتفوقة اقتصادياً، لماذا تضطر لاقتراض الأموال؟ للإجابة على هذا السؤال علينا أن نعرف أن ليس كل القروض سيئة، بل قد يكون الاقتراض أفضل من إنفاق المال المتوفر لهذه الدول بسبب أسعار الفائدة المنخفضة على سبيل المثال. والأهم أن الدول الغنية تستثمر أموالها في أصول غير قابلة للتسييل في أي وقت تريد، كالعقارات وبعض الأسهم وبعض أنواع السندات. الدول المتقدمة تقترض عادة للإنفاق على مشاريع استثمارية وليس لسداد قروض مثلاً، وهذا يساعدها على سداد الديون بكلفة منخفضة. أمريكا صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وهي أكبر مدين في العالم أيضاً بأكثر من 35 تريليون دولار، تبلغ نسبة الدين للناتج المحلي بها 126.9%، واليابان رابع أكبر اقتصاد، نسبة ديونها للناتج المحلي فيها 252%، فيما تبلغ هذه النسبة بفرنسا نحو 110%،